السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ اليوم جبت لكم شرح كيفية تسريع جهازك الاندرويد بسرعة كبيرة. يعني تابع وياي الفيديو. اول طريقة، تذهب سيتينج اعدادات، تروح على خيارات المطور. اذا ما نفع عندك هذه الخيارات المطور وما لقيتها، تروح على حول الجهاز، تروح على رقم الاصدار، تنقر عليه اكثر من مرة لحد ما يقول لك تم تفعيل وضع الخيارات المطور. انا كي انفعلها هاي خيارات المطور، تدخل على خيارات المطور، تنزل على خيار هذا مقياس حركة الاطار، تنطي الرسوم متحركة قيد الإيقاف، الثاني تطي قيد الإيقاف، والثالث تطي قيد الإيقاف. لاحظ جهازك، يعني بحيث ما ترجع بالتنقل مالته راح يكون خفيف. الشيء الثاني هو تنقر نقرتين على زر الشاشة الرئيسية الهوم، نقرتين متتالية راح يظهر لك هذه. تقوم تروح على إعدادات مالته سيتينج، تروح على هذا الخيار الاوبن في ذا هوم كي، هاي شيل عليه علامة الصح، توخرها. لاحظ من يعني تلاحظ انه تدخل على برنامج مثلا، لاحظ هذا الماي اب شير، من تنقر على زر الهوم لاحظ رأسة يطلع، يعني ما تحس شي يعني ثقيل بي. يعني هسه هاي البيكس ارت، لاحظ انقر على زر الهوم، شوف بثواني. يعني نروح الطريقة الثالثة، هي الكود، تضع هذا الكود نجمة شباك 9900 شباك، راح تطلع لك هاي القائمة، تدور على هذا الخيار تضغط عليه. شباب هذا الخيار، هذا اني طلعت لك ثلاث كلمات هنا، لو يعني البطيء، يعني استخدم للأجهزة البطيئة، مثلا الألعاب البطيئة، الهيت السرعة، الألعاب الكبيرة كبيرة الحجم، السعة مالتها، تختار انت هذا الميدي الوسط، يعني تختاره على الوسط. فأنا إذا اختاريته هسه، انت مختاره شباب، أنا إذا اختاره هسه راح يطفي لي الجهاز وراح يشغله يعيده من جديد، لأن أنا جاي أصور هسه. فأنت مختاره هاي شباب الميدي، راح يطفي لكم الجهاز ويعيده، راح تلاحظون انه جهازكم سريع جدا، يعني بما الألعاب البي موجودة الكبيرة جدا. إلى هنا نوصل نهاية هذا الشرح، أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب والمشاركة مع أصدقائكم لكي يستفادون، وشكرا لكم على حسن المتابعة.